السلام عليكم. شركة ريزر تعتبر رائدة في مجال الألعاب وبقاعدة جماهيرية ضخمة من اللاعبين حول العالم، وصممت وبنت نظام متكامل من التطبيقات والأجهزة والخدمات، وأحد هذه الخدمات هي ريزر جولد وريزر سيلفر. هي عملة افتراضية موحدة للاعبين حول العالم، وتعتبر برنامج ولاء لمكافأة اللاعبين من ريزر. فيديو اليوم بيكون مختلف شوي، بنشرح لكم فيه عن عملة ريزر جولد وسيلفر وكيف نشترك بالموقع وطريقة الشراء والاستفادة من النقاط بعد تجميعها. في البداية، إيش هي ريزر جولد؟ هذه عملة افتراضية مخصصة للاعبين مثلك، ونستخدمها في شراء المحتويات وإضافات الألعاب وأشياء حصرية، وخاصة لمستخدمين ريزر جولد. نقدر نعتبرها زي بطاقات الشحن، وعشان نشحن فيها حسابنا ونستخدمها، أولاً نشتري ريزر جولد بينز المتوفرة في محلات التجزئة مختلفة وموجودة بأكثر من مبلغ ثابت حسب اللي نحتاجه. السيلفر هو تابع للجولد ومربوط فيه. كيف؟ يعني لما نصرف جولد في بعض المحتويات أو الإضافات في الألعاب راح نكسب ريزر سيلفر، وهذه نستفيد منها بعد في جوائز وألعاب من الموقع. طيب الحين الواحد يسأل، هل في طرق أخرى عشان أحصل على ريزر سيلفر؟ في أكثر من طريقة نحصل على ريزر سيلفر. من البداية، أول ما تسوي لك حساب في الموقع راح تجيك مباشرة 500 نقطة، وإذا عبيت بياناتك وحطيت رقم جوالك وغيره من المعلومات بتجينا 500 نقطة ثانية. وفي صفحة خاصة تعلمنا كيف نحصل على النقاط، مثلا نحمل تطبيق ريزر كورتكس جيمز ونفتح يوميا وراح تجينا منه نقاط زيادة. وأيضا تقدر تكسب نقاط إضافية عن طريق ألعاب معينة أو انضمامك إلى سكواد ريوردز على ريزر كورتكس للبي سي، أو إمكانك تحميل التطبيق ريزر كورتكس موبايل وتسجل دخول يوميا حتى تكسب المزيد من ريزر سيلفر. وهناك ايضا ثلاث طرق اخرى مختلفه تقدر تكسب فيها المزيد من ريزر سيلفر، وهم الجاما، وهو برنامج يستعمل قوه معالج كرت الشاشه لما يكون جهازك في وضع الخمول، او عن طريق موجل، وهو مكان تتنافس فيها مع اللاعبين في بطولات حتى تكسب المزيد من ريزر سيلفر. واخيرا ريزر انسايدر، هو يعتبر منتدى تتفاعل فيه مع مجتمع اللاعبين، وبتلقى فيه الكثير من الخطوات اللي مجرد ما تخلصها راح تكسب ريزر سيلفر. خلونا الآن نستعرض معكم الموقع من البداية عشان نعرف كيف نسجل ونستفيد من هذه الخدمة. الموقع أول ما نفتحه بيكون بهذا الشكل. بيكون أول شيء عندنا العروض والأخبار الجديدة الخاصة بالجولد، المحتويات المشهورة للجولد، بعدها القسم الخاص بالسيلفر، آخر الأخبار والعروض وأكثر محتويات البيع. الآن عشان نسجل نروح فوق لصورة الملف التعريفي، نضغط عليها ونختار Create Account، نختار لنا اسم للحساب ونكتب الإيميل والرقم السري أو نسجل من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بيطلب بعدها تفعيل الحساب من الإيميل. بكذا راح يكون الحساب جاهز وراح يرجعنا للصفحة الرئيسية. الآن لازم نسوي لنا محفظة. نرجع للصورة الملف فوق، بيطلع لنا كلام بالأحمر ينبهنا أن ما عندنا محفظة، نضغط على Create Wallet. بيطلب الآن أن نحدد العملة اللي بتكون فيها المحفظة، نخليها على Others ونضغط Confirm. مثل ما نشوف الآن مباشرة أعطاني 500 ريزر سيلفر بس لأني فتحت محفظة. ولو رجعنا لصورة الملف مكتوب لنا أن لو كملنا معلومات الحساب بتجينا 500 ثانية. وعشان نشوف الجوائز للريزر سيلفر نروح لكلمة سيلفر فوق، وبعدها Redeem Reward، وبنشوف هنا كل الألعاب اللي نقدر نحصل عليها من الريزر سيلفر. يعني هنا مثلا لو جمعنا 20,000 نقطة سيلفر نقدر ناخذ فيها لعبة Mirror's Edge Catalyst. عشان نعرف كيف نحصل على نقاط زيادة من فوق قسم السيلفر نختار How to Earn. طيب بالنسبة للريزر جولد، عشان نشحن الرصيد أونلاين نروح لكلمة Reload فوق، بيقترح طرق دفع كثيرة أهمها ريزر جولد بين، الفيزا أو الماستر كارد أو البايبال وغيرها الكثير. تقدرون تشترون ريزر جولد بين من محلات التجزئة. بعد ما نختار الطريقة نحدد المبلغ اللي نحتاجه ونضغط Next. وعشان أمان الموقع ما راح يخلينا نكمل الدفع إلا لما نفعل بعض الخطوات لزيادة الأمان، شيء إضافي ومهم جدا بما أننا بنكتب معلومات حساسة مثل الفيزا. أول شيء نفعله هو رمز التحقق بخطوتين، وريزر أضافت طريقتين، إما تكون بالطريقة العادية من خلال استلام رمز على الجوال، أو نستخدم تطبيقات التحقق اللي تعطينا رموز عشان نكتبها في الموقع مثل تطبيق Google Authenticator. وحطي لنا عدة تطبيقات عشان تشمل كل أنظمة وكل شخص يختار اللي يناسبه. الآن نقدر نكمل عملية الدفع بشكل طبيعي، نكتب معلومات الفيزا أو الماستر كارد ونضغط على Make Payment.
والحين بنكون جاهزين عشان نشتري المحتويات اللي نحتاجها بالريزر جولد. بس قبل أن نوريكم قسم الألعاب، نحب نقول أن الريزر جولد نقدر نشحنه بعد من خلال بطاقات تنباع في المحلات، يعني مو شرط أونلاين. نقدر نعرف المحلات الرسمية من هذه الصفحة Where and How to Buy، وبنشوف مثلا مكتبة جرير موجودة من ضمن القائمة. خلونا نكمل الآن ونشوف الألعاب المتوفرة. نروح من فوق لقسم الجولد ونختار Browse Games. بنشوف الألعاب كلها هنا، ونقدر نبحث عن لعبة معينة أو نفلتر الألعاب حسب نوعها وغيرها. نختار اللي نبي ونحدد القيمة اللي نحتاجها ونشتريها بالجولد. في الموقع يتوفر أكثر من 33 ألف محتوى وألعاب مثل PUBG، موبايل ليجندز والكثير. والموقع يتجدد بشكل مستمر، ودائما راح نلقى فيه عروض وطرق جديدة نكسب منها ريزر سيلفر. فأحرصوا على تصفح هذه القائمة بشكل دوري. حاليا ريزر جولد عندهم عرض خاص للاعبين الموسم 15 من PUBG. كل عليك تسوي هو لكل 10 دولار تشتري فيها، بالإضافة إلى أنك تسوي لايك ونشر لبوست الموسم 15 في صفحة ريزر جولد على الفيسبوك. راح يكون لك فرصة في الفوز بجوائز مختلفة، رابط البوست موجود في خانة الوصف، وفي هدايا عديدة للفوز فيها مثل سماعة ريزر كراكن، فأرة ريزر أثيرس، وريزر جولد بقيمة 100 دولار. هذا العرض ساري من 15 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، فالحقوا عليه. بالنهاية نشكر ريزر جولد وسيلفر على رعايتهم لهذا الفيديو، وإذا حابين تفاصيل أكثر ادخل على الرابط في الديسكريبشن وابدأ باستخدام الخدمة بعد التسجيل. شكرا لكم على المتابعة ومع السلامة.